مساء الخير. طقس صيفي عالي الرطوبة عم بيسيطر على أجواءنا ودرجات الحرارة عم تتمحور حول معدلاتها الموسمية، إنما الرطوبة العالية هي اللي عم بتزيد الشعور بالحر. إذن جو غائم جزئياً لبكرة، وكيف رح تسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال، وعكر عم تسجل 30 درجة، طرابلس والعاصمة بيروت عم بيسجلوا 33 درجة، وصور أيضاً 33 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 35، اللقلوق 25، زحلة 35، وجزئياً 31 درجة. نسبة رطوبة ساحلاً توصل لل 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادي. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للسبت والأحد جونا غائم جزئياً بالإجمال، مع تكون للضباب على المرتفعات الغربية ودرجات الحرارة بتسجل ساحلاً 32 درجة. للتنين والثلاثة جونا بتابع الصيفي، معتدل غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة أيضاً على 32 درجة على الساحل. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.